Allora, io leggo dall'italiano come al solito. Va bene. Poi. Mirai, Telfas, l'Italie, Leisa, Mustachidla, qua la Pucuma, Tatahakama تتحكموا. حكموا به لذلك أنا عندما أشاهد نشرة الأخبار لا أصدق ما أسمع أو لا أصدق ما أقرأ في الجرائد لكن المشكلة الناس No, يصدقون. يصدقون دائما التلفاز في إيطاليا مفيد للتحكم في آراء الناس لأنها خطيرة تمام. فأنا أحاول أن لا أشاهد التلفاز وإذا أريد أن أعرف الأخبار أفضل أن أقرأها على الإنترنت تمام. على الإنترنت لكي لا أتأثر به تمام. عندما كنت في سوريا أحيانا قرأت الأخبار في الجرائد الإيطالية وغالبا الصحفيون كانوا يكتبون كانوا يكتبون. مقالات غير حقيقية أو كانوا يبالغون يبالغون. سي. أنا أشاهد التلفاز عندما توجد أفلام إثارة نعم. وأحب البرامج الثقافية مثلا برامج وثائقية برامج وثائقية. نعم. وأحيانا أشاهد برامج حوارية تمام. ولكن إذا الموضوع ممتع No, فقط ولكن qua, perché abbiamo i da. ولكن إذا الموضوع ممتع فقط في الواقع توجد برامج حوارية تتكلم عن السياسة من الممكن أن تكون مؤذية ولكن توجد فوضى عارمة نعم دائما نعم توجد فوضى عارمة. لأن السياسيين قليلوا الأدب نعم. ويتشاجرون في بعضهم No, يتشاجرون مع بعضهم. مع بعضهم لذلك هي
الحيبة نعم ولا تستطيع أن تحكم شيء أي شيء أي شيء أو شيئا شيئا لا تستطيع أن تفهم شيئا. لذلك أنا أظن أن هذه البرامج مملة. تمام. أنا أحب أيضا المسلسلات الأجنبية مثلا المسلسلات الأمريكية لأنها مسلية نعم. و تساعدني في تعلم اللغات. تمام. الآن عندي في الفاز فيه قنوات من كل العالم، تمام. وهذا مفيد كثيرا، ليس فقط لأستمع لأستمع. للغات المختلفة، ولكن أيضا لأن توجد No, aspetta, non li hanno tu già tu. Qua abbiamo generale. تقارير، نعم. تمام وعادلة.